الخط العربي تم توظيفه كعنصر فكري وفني وجمالي في الفن التشكيلي المعاصر، حيث التناغم اللوني والحرفي بالزخرفة الإسلامية. لوحات تشكيلية تسر رؤيتها الناظرين، تزين بها رواق الفنون محمد تمام بالجزائر العاصمة. أنا موجود الآن في قاعة محمد تمام بالجزائر العاصمة، نعرض مجموعة من لوحاتي المختصة في الخط العربي المعاصر والحروفيات، وهو الدلالات بالخط العربي أو بالحرف العربي. عارض عندكم هنا حوالي 31 لوحة مما جدت به القصبة أو يعني أداة عملي في الفترة التي هي فترة الحجر الصحي كما نعرف في فترة الكوفيد. كان عندي أنا سميته الحجر الفني، أنجزت فيه الحمد لله ما يقارب من 40 لوحة، أعرض الآن منها 30 في معرض محمد تمام. التلت هو أصل الخطوط العربية وأجملها، وهو الميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط، فتنبثق منه لوحات فنية رائعة ممزوجة بألوان زاهية وتصاميم معاصرة. أستعمل في لوحاتي الخط العربي المعاصر، طبعا أنا درست مجمل أو أغلب الخطوط العربية بتنوعها، ثلث نسخ رقعة ديواني أجمع كثيرة من الخطوط، لكني تخصصت في خط الجلي الديواني وخط الثلث. طبعا الأمر لماذا؟ لأن هذا الخطين درستهم بدقائقهم يعني بتفاصيلهم وبأمورهم يعني التفاصيل الدقيقة يعني كي أنجز بالحرف الصحيح اللوحة الصحيحة، هذا أولا. ثانيا هذه الخطوط هي خطوط لينة وخاصة جلي الديواني، هو مطواع أستطيع أن أكون به اللوحة الفنية بسهولة، وحروفه مطواعة لتعطيني الشكل الجميل بالمعنى الجميل وكذلك باللون الجميل. ويبقى فن الخط بالزخرفة العربية، لسان يد الفنان وترجمان أحاسيسه، وأكثر الفنون جمالا وتناسقا وجاذبية.